ياسر 30 رئيسي. في حلقة الليلة رغم البرد يعني والمطر كامين وواجبكم على أكمل الوجه، الله يعطيكم العافية. نرافق وحدات مكافحة الشغب في تأمين مباراة لكرة القدم. كمين محكم لإلقاء القبض على أشخاص يقومون بالتنقيب عن آثار. سكر لي الشارع. كنت اثنين رئيسي، رئيس أجير. جولة تفقدية للتأكد من أمن المدينة. تبعنا موضوع الدورية اللي أنت عندك من هون. الناس حاسة انه بدنا نوصل لعندهم. بالقوة الخاصة من المكافحة برفقتك والتحرك والتواصل مع خاصة الحزن. الأمور جاهزة. صحيح صحيح باشا، لك ذلك. بالتوفيق للجميع. تعمل قوات مكافحة الشغب في الشرطة الفلسطينية على تأمين مباريات كرة القدم مهما كانت الظروف. أرسل أرسل يا رئيسي. صحيح، من طرفك تجهيز دورتين ملعب مجد سعد. صحيح صحيح. رغم البرد يعني والمطر كامين وواجبكم على أكمل الوجه، الله يعطيكم العافية. تتواجد القوة على مقربة من المشجعين وتحافظ على الأمن بينهم. جاهز القوات، البس القوات. وضع طرفات. الوضع جيد جدا. صحيح، المباراة قربت على الانتهاء. مباراة اليوم انتهت برابح من الفريقين المتنافسين، وخرجت قوات مكافحة الشغب رابحة الحفاظ على الأمن. بينما كانت تنهي مكافحة الشغب مهمتها بتأمين المباراة، ورد اتصال لغرفة العمليات يفيد بوجود أشخاص يقومون بالتنقيب عن آثار في إحدى المناطق
قرب رام الله. شو قاعدين بيعملوا يعني؟ شو بيبحثوا على اثارات؟ يعني انت شايفهم اه؟ رئيسي قدس اثنين، قدس اثنين اجيب. سكر لي الشارع. قدس اثنين رئيسي، رئيسي اجيب. صاير رئيسي انا بالمكان، وجاري تطويق المكان، وجاري المداهمة الان. صحيح سيتم الان ضبطهم داخل شرطة. هل بعدين الآن تم ضبط شخصين داخل المغارة. أعطين كمان عنصر. انزل يا نائل. سيادة النقيب، تم تفتيش الشخص المشتبه فيه، وجدت بعض العملة. تم الآن مداهمة الأشخاص، تم اعتقال شخصين قوموا بعملية تنقيب الأثاث، تم ضبط حوزتهم، ماكينة بحث عن معادن وأدوات حفر يدوية وعدة عمل أعتقد أنها أثرية، سيتم إحالتهم. قدس اثنين رئيسي أجيب. صحيح رئيسي، تم الانتهاء من المهمة بنجاح، تم ضبط شخصان داخل المغارة يقومون في عملية البحث والتحري عن الآثار، تم ضبط بحوزتهم معدات حفر يدوية وبعض العمل التي يعتقد أنها أثرية، تم ضبط بحوزتهم أيضا ماكينة بحث عن معادن. الأشخاص الآن هم داخل مركباتنا متحركين فيهم لتكوين إفاداتهم وحالتهم للقضاء. سلامتي رئيسي. صحيح الوضع أكثر من جيد. جيد. تم اعتقال المنقبين وانتهت المهمة بنجاح وعادت القوة إلى مقراتها. يرد بلاغ لغرفة العمليات عن قيام مركبة بتجاوز خطير كاد أن يتسبب في حادث. على الفور قوة شرطية قريبة تحركت ونصبت حاجزا للقبض على المخالف، وهو ما تم. أعطيك العافية. أنت عامل حادث مع الزلمة هذا بالضبط؟ كم مسبب معه بهذه السيارة؟ الزلمة الوراقة إيه رخصتك؟ رخصت السيارة غلبك. سبيل 2-2 رئيس أجيب. أنا لحظة بس، اعطي رخصة السيارة وتأمينك. مين هذا الزلمة؟ بخصوص المركبة السكودا بلغت معنا الآن طرفنا. استلام المركبة السكودا اللي كانت متسبب بحادث السير الآن طرفنا. استلام. سمعت معي يحكي؟ تفضل أمام سيارتك. استريح في السير. لا بس يعني استريح في السير، مش مشكلة. استريح في السير. مشكور جهودك لإلقاء الخط على المركبة، إجراءاتك القانونية. استلام. استلمت الآن سيقوم بإجراء اللازم بحق السائق. سكر الباب لو سمحت. أعطي رخصتك ورخصة السيارة. اربط السيارة، ارفع الهاند بريك، ارفع الهاند بريك. خلاص. معي خذ لي الساق هذا ورخصة السيارة. رخصتك وين؟ سبيل 2-2 سبيل 3 اجيب. افحص الساق مع رخصة لو سمحت. تسعة. يعطيك الف عافية. استاذ يسعد مساك.
يعطيك العافية. انت حكيت على العملية عمية صار معك مشكلة مع السيارة، شو بالضبط مشكلتك؟ تجاوز انت في مدرسة الفرنس تجاوز خط فاصل متواصل ولا خط متقطع؟ والله بس تجاوز كان آمن؟ لا كان سيارة كامل وشوي زيرة لشارع كان دخل فيها. فيش مشكلة. بس قلبك بدك ترجعها ورا هذه؟ منو تقعد هنا في الأمام؟ يعني أنت بدك تشكي على السائق بشكل رسمي عشان نحرر المخالف نحط اسمك عليها نحولك على القضاء. لا لا يا عم احنا مو اذا بدك تشكى احنا نحل لها هسه مخالفه بس لا بحط اسمك على المخالفه وننزلك على القضاء. مش هتشكى بس انه بدي يطلع من الاشي اللي سواه غلط لا ماشي يعني ممكن انا لا شايف يعني ممكن حدا ثاني ماشي يضل يتذاكر ويضل في نفس السايكل. الحمد لله على سلامتك عمي. لحظه واحده بس اغلبك استاذ يسعد مساك. اخي محمد انت عمال تسلي فرنس قبل شوي احكي لك راح اعطيك مجال تحكي كل المجال بس اقول لك شو الشكواك بالضبط كل احترام لك الاخ انت متجوز عنها تجوز غير مامون إيه تجوزك ما بدك سياره زلمه المهرب كان عملته حادث داعس بزياده وانا شوفير ماشي كل احترام احنا مش مزودين عليك انك شوفير كل احترام لك كل احترام لكم يسعد مساك حبيبي انا جوزت عنه في مجال مسموح صحيح إيه تقاطع الخيوط خط فاصل ولا خط متقطع متقطع هي بالمتر بروح بجيب لك فيش مشكله فيش مشكله طيب انا اللي اول مره بدخل طب بدي اقول لك شغله بدي اقول لك شغله مرات بقطع لو متقطع بكون تجاوز مش مامون بتلك السياره فيش مجال انك تتجاوز صح قدامي حلو هو ماشي شوي شوي لما انا قطعت عنده زاد سرعته طيب انت ما اذا انا خرامك شغله بقدرش انا خرامك شغله يعني. خرامك شغله اذا انت مش حاسس انك راح تتجاوز وترجع الامان ما تجاوزش هو تعمد الزياده فيش مشكله انا لازم اشكي عليه مش هو فيش مشكله زي مش في فيش مشكله انا صرت في نص الشارع طلعت فيش مشكله هذا اللي صار معي يا عمي استاذي عندك تشك على الزلمه انت لا لا. بس انت كمان عندك ملاحظه صغيره ان ملاحظه عليك يوم ما تجاوز لازم هديت شويه خليته يطلع تسمح له يفوت خلص سياره كبالي يعني ماشي الحين الزلمه صار متجاوز ماشي الزلمه صار متجاوز خلص تجاوزه كان صحيح فيش المشكله خد متقطع صح الحين ما قطع سيارة هو بيقول متقطع اذا انت بتقول متواصل راح احرر المخالف الحين بس اذا انت اذا مثبت 100% القضاء راح يطلبك تحولك على القضاء لا لا بدي ايش انا تشك عليه بس انا بدي ماشي نزل شوي على اليمين غلبك نزل شوي على اليمين قصدك تسلم على الزلمه ما فيش مشكله بدك تسلم على الزلمه تعال مش هو كان الحق عليه مش مشكله خلاص انا بدي ماشي تعال تفضل دكتور دقيقه بس معين شوف خلاص انا مش مشكله السلام عليكم ورحمه الله استاذ يعطيك العافيه شفت سرعتك لما انا اجي رحت عنك اول شيء كنت بتجاوب على خط واصل لا تقدر تتاكد لما تقاطع الواصل كنت بدي اوصل انا مش مشكله كنت بدي اوصل مش مشكله تشكوا على بعض انتم كيف؟ تشك علي يا عمي؟ لا حبيبي الله يسلمك. فيش يا عم دقيقة بس بعد ابنك. لو سمحت شوي بس بعد ابنك عشان معلش بعد بس نخلص مع الجماعة وخذ 100 كلمة. شوف يا معين. تفضل يا عمي. مش إلك بس لهم. انسان محترم. كل احترام عاد كل احترام فيش شيء فيش شيء. بس بدي اسألك سؤال أنا من برا. أنا من برا كل احترام انتم شباب. بس أنت ليش اللي سويته صح؟ يا عمي أنا معك بس أنت ماشي خلص. صديقي الحين مش مشكلة. فيش مشكلة. الحين بدك تشك عليه أنت؟ بدك تشك على الزلمة أنت؟ خلاص مش مشكلة الحمد لله على سلامتكم كل الاحترام لك كل الاحترام ما يسمع زي ما شو قال لك كل الاحترام كل الاحترام لك الحمد لله على سلامتكم ليتكم سعيدة يعطيك الف عافية ليتكم سعيدة ليتك سعيدة ماشي وانت ارجو انك ما تتجوزش كمان يعطيك العافية رئيسي بخصوص الإشارة حسب لجنتك على الأرضي شكوى من قبل مواطن تم إنهاء الوضع بين الطرفين فيش أي مخالف حق أي أحد لما رضيش تشكوا على بعض تم عمل لازم وإنهاء الوضع بين الطرفين استلام تجب لك الأفضل دائما. بعد انتهاء المهمة السابقة بشكل ودي رافقنا دورية أخرى خلال قيامها بجولة اعتيادية للتأكد من أمن المحافظة. احنا متوجهين على نعمل جولة داخل محافظة رام الله والبيعي الجولة هاي بتكون تركيزها على مناطق بيكون فيها تجمعات مقاهي مطاعم في تواجد ناس
بخصوص المحلات الموجوده اللي مسكره مأمنه الجوله على البنوك برضه كمان نتفقد جميع المرافق العامه مثل المنتزهات مثل العمارات والامور اللي زيها واي ملاحظه احنا بنسجلها اي ملاحظه بتكون احنا بنسجلها شاف اي حدث بيكون نتعامل معه مباشره الباركنات الموجود باركنج الموجود اللي بيكون فيه محل السيارات المتواجدة برضه بنحاول نتفقدها يعني الساحات العامة بتواجد فيها سيارة المواطنين نتفقدها طبعا فقدنا السيارات الموجودة كل شيء تمام في الباركنج فيش أي حركة تستدعي إنه يكون في شبهة أو إنه نتعامل مع موضوع معين كل شيء تمام هيك فبنضطر نتحرك من المكان إلى الآن كل شيء على ما يرام. العافية شباب الله يعافيك يا رب والله الحمد لله طاورة قاعدين الوضع تمام والله استخلوا لنا الشارع وخليكم على الرصيف افضل لان يعني بشوفكم من بعيد بقول لك كان في مشكلة عبي. لا يا الله يعطيكم العافية الله احنا عملنا الجولة التفقدية في وسط البلد على اطراف البلد ولا اي ملاحظة موجودين الوضع جيد وتمام ووضع الامن مستتب واحنا هنا راجعين على وسط البلد اللي هي منطقة دوار المنارة ليلة النجدة مستمرة الشرطة الخاصة سترافق الشرطة القضائية لتنفيذ مذكرات إحضار مطلوبين تضمن هذه الحملة تنفيذ مذكرات قضائية بأشكالها أوامر حبس مذكرات إحضار مذكرات توقيف وعدة أشكال لجميع المذكرات دور الشرطة الخاصة مهم جدا في تحويط المنزل ومنع منه هروب ومحاصرة المنزل جيدا ودور الشرطة القضائية تفتيش المنزل وإحضار المطلوب فقط ومساعدة الشرطية طبعا تمكنت القوة سريعا من اعتقال مطلوب ونجحت كذلك في اعتقال آخر وتتجه الآن لاستكمال ما بدأته باعتقال مطلوب ثالث الإجراءات احنا بنقوم أول شيء بنخبط على الباب الدق على باب المنزل وبنسأل عن الشخص المطلوب فقط حكى لنا انه موجود من خلص تمام نستنى ليحضر طرفنا ما طلع وقال لك مش موجود بنقوم بتفتيش المنزل عن طريق أول شيء إدخال الشرطية وصلت القوة للمنزل وطوقته بالكامل. وين عمر؟ انت طبيعي. نروح غير البس 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 فجرك زمس طلع علي بك شيء تراجع بالفلوس. هاي المبلغ تجي. اي صار المبلغ دنيا الصبح. اي مجال؟ دنيا الصبح. ايوه اعطيه لابوك خلصنا. اعطيه لابوك تعال معنا هسه اعطيه لابوك والصبح بيجي ابوك على الشرطه القضائيه بخلص وبتروح بزبط امبارح اسمع ضيعش الوقت ضيعش وقتنا هذا راجلك على البنك سيدي ابوك على ابو العبد سيدي حبيبي حج 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 لو سمحت
ايه المسؤول يصير معك؟ اعطيه المصاري يلا على السريع على السريع تعال معنا وبيجي الصبح ابوك بيخلص الموضوع وبتروح يعني كلها ساعتين يلا الله بعينك روح البس يلا يلا استعجل بس استعجل تاخر شوي زلمه طيب ببلاش امشي كمل شيء ايه فهم علي شنو الشك وكرا؟ شو بعرفني؟ اثناء انتظار القوة للمطلوب الصادر بحقه امر اعتقال قضائي، حاول الهروب من الباب الخلفي، الا انه لم ينجح في ذلك. هاي هويته ما حدا يحكي معاه خلص باشا زاد انا بدشروا ضبوي هان تفكدوها لا حاطيوش فيها مصاري وراي يلا هو هو تعال يلا بدك تشرب يلا يا زلمه اشرب ابوي هان امشي والله منتظر فيكم اعطيناك مهله ابوي هيك والله مش ورا البيت زين فتحت البلكونه بدي اطلع شوف وين هويتك طيب هويتك هيا الشباب ورا البيت ما طلعت البلكونه يا زلمه ما طلعت يا مصاري وفيها اي 100 دينار والله ما طلعت ارسل قرار معكم انا خلصنا وبتنفيذ العديد من المذكرات القضائية تنتهي ليلة أخرى من ليالي النجدة. تبعنا موضوع الدوريات اللي انت عندك من هون رئيسي سبيل ثلاث سبيل ثلاثة جاهز الناس حاسة إنه بدنا نوصل لعندهم بالقوة الخاصة من المكافحة برفقتك والتحرك والتواصل مع خاصة الحزم الأمور جاهزة صحيح صحيح باشا لكذلك بالتوفيق للجميع